وأمامنا اليوم مشهد أيضا معقد، تصريحات حماس قبل قليل أنه هناك استخدم ما يستخدم في السلاح اليوم هو 40%، ولدينا 60% سلاح لم يستخدم في هذه المعركة، ولدينا مفاجآت. هذه كلها بوادر ومؤشرات أنه هذه المعركة سوف يطول أمدها، وأنه سوف تكون ذات خسائر فادحة لكلا الطرفين وبالأخص الجانب الفلسطيني، وسوف يعني تترك فلسطين ويترك شعب فلسطين رهينة لهذه الحرب، وسوف تكون النتائج وخيمة جدا على الشعب الفلسطيني، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك تقديم إمدادات عسكرية من قبل أي دولة لدولة لفلسطين المحاصرة لسنوات طويلة، ومع خضم التهديدات الأمريكية لهذا الموضوع. ومن ثم هناك أيضا يعني إشكالية من بعض الدول العربية تجاه حماس، وتجاه من يدعم حماس، وتجاه من يقف خلف حماس، وتجاه ما تنفذ حماس من أجندات على الأراضي الفلسطينية. فبالتالي أعتقد أن الدعم العربي سوف يكون ضئيل جدا، لكن التصعيد وارد. أعتقد الحرب سوف تكون ذات أمد طويل ليس ببعيد، والهدنة سوف تكون عصيبة في هذه الأوقات ما لم تحقق فلسطين ثأرها المزعوم، إسرائيل عفوا، الثأر المزعوم الذي تتوعد به للفلسطينيين. يعني العراق يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد، يعني عدم التزامها بقرارات الدولية، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل. ماذا يعني بالتدخل اليوم؟ هل سوف نجلس على طاولة مفاوضات أم إلى التهدئة؟ أم ماذا؟ ليست يعني اليوم وليدة هذه الحرب، ليس وليدة اليوم ست سهاد. يعني هو واضح جدا دعم المجتمع الدولي لإسرائيل، هذا واضح على العيان على غرار السنوات السابقة، وعلى غرار المشاكل والمجازر التي حدثت في فلسطين، وعلى غرار الانتهاكات التي لطالما تحدث من قبل الجانب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين. لكن تصريح العراق هذا واضح، لأنه موقف العراق مع القضية الفلسطينية، وهناك بنود يعني في الدولة العراقية منعت التطبيع مع إسرائيل وجرمت التطبيع. فبالتالي العراق من الدول التي تكون غير مطبعة، من الممكن أن تكون داعمة للشعب الفلسطيني بالمواد الغذائية أو بالمعدات الطبية، لكن من غير المعقول أن تتدخل العراق في خضم الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية الموجودة لدينا في الصراع الفلسطيني بدعم فلسطين بالأدوات العسكرية. هذه نقطة. والنقطة الأهم أنه القضية الفلسطينية الإسرائيلية لطالما كانت محط يعني اهتمام الدول الأجنبية، يعني بالدعم الذي تتلقاه إسرائيل من المحور الغربي أكثر من الدعم الذي تتلقاه فلسطين من الدول العربية. فبالتالي تكون الكفة راجحة لإسرائيل في خوض هذه المعركة. وهناك أيضا هجوم نوعي، يعني الهجوم الحاصل اليوم من قبل حماس لإسرائيل هو هجوم بر بحر جو، هجمت على إسرائيل من كافة الأطراف. فمن الممكن أن تكون هذه بوادر أيضا لتغيير الخارطة الحالية في السياسات، وبتغيير أن تكون هناك عقوبات أشد. يعني رأينا قبل قليل ذكر الضيف أنه القوات الأمريكية انتشرت على الحدود السورية العراقية، من حد الآن لا أحد يعلم ما سبب هذا الانتشار، لكن من المؤكد أن تكون هناك خطط يعني من دولية أو عسكرية لأجل أجندات جديدة في المنطقة. ولأن هناك أيضا صراع أمريكي إيراني، وبالتالي موقف إيران واضح من حماس وواضح من قضية الذهاب للقدس والتحرير. فبالتالي هي كلها تشابك آراء، ازدواجية معايير بذاتها تستخدم القضية الفلسطينية لتحقيق منافع لأطراف معينة تريد زج نفسها في هذا الموضوع. طيب